الأصحاح الثامن. ولما نزل يسوع من الجبل تبعته جموع كبيرة، ودنا منه أبرص فسجد له وقال: يا سيدي، إن أردت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال: أريد، فطهر. فطهر من برصه في الحال. فقال له يسوع: إياك أن تخبر أحدا، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم القربان الذي أمر به موسى شهادة عندهم. ودخل يسوع كفرناحوم، فجاءه ضابط روماني وتوسل إليه بقوله: يا سيد، خادمي طريح الفراش في البيت يتوجع كثيرا ولا يقدر أن يتحرك. فقال له يسوع: أنا ذاهب لأشفيه. فأجاب الضابط: أنا لا أستحق يا سيدي أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن يكفي أن تقول كلمة فيشفى خادمي، فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعالى فيجيء، ولخادمي اعمل هذا فيعمل. فتعجب يسوع من كلامه وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم، ما وجدت مثل هذا الإيمان عند أحد في إسرائيل. أقول لكم، كثيرون من الناس سيجيئون من المشرق والمغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما من كان لهم الملكوت فيطرحون خارجا في الظلمة، وهناك البكاء وصريف الأسنان. وقال يسوع للضابط: اذهب وليكن لك على قدر إيمانك. فشفي الخادم في تلك الساعة. ودخل يسوع إلى بيت بطرس، فوجد حماة بطرس طريحة الفراش بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى، فقامت وأخذت تخدمه. وعند المساء جاءه الناس بكثير من الذين فيهم شياطين، فأخرجها بكلمة منه وشفى جميع المرضى. فتم ما قال النبي إشعيا: أخذ أوجاعنا وحمل أمراضنا. ورأى يسوع جمهورا حوله، فأمر تلاميذه بالعبور إلى الشاطئ المقابل، فدنا منه أحد معلمي الشريعة وقال له: يا معلم، أتبعك أينما تذهب. فأجابه يسوع: للثعالب أوكار، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فلا يجد أين يسند رأسه. وقال له واحد من تلاميذه: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني واترك الموت يدفنون موتاهم. وركب يسوع القارب فتبعه تلاميذه. وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القارب، وكان يسوع نائما. فدنا منه تلاميذه وأيقظوه وقالوا له: نجنا يا سيد فنحن نهلك. فأجابهم يسوع: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ وقام وانتهر الرياح والبحر، فحدث هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟ ولما وصل يسوع إلى الشاطئ المقابل في ناحية الجدريين، استقبله رجلان خرجا من المقابر وفيهما شياطين، وكانا شرسين جدا حتى لا يقدر أحد أن يمر من تلك الطريق، فأخذا يصيحان: ما لنا ولك يا ابن الله؟ أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟ وكان يرعى بعيدا من هناك قطيع كبير من الخنازير، فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: اذهبوا. فخرجوا ودخلوا في الخنازير، فاندفع القطيع كله من المنحدر إلى البحر وهلك في الماء.
فهرب الرعاة إلى المدينة وأخبروا بما حدث وبما جرى للرجلين اللذين كان فيهما شياطين. فخرج أهل المدينة كلهم إلى يسوع، ولما رأوه طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم.